ينبغي أن يعلم أن الكراهة في النصوص وفي عرف السلف رضي الله عنهم في الغالب تفيد التحريم، واصطلح المتأخرون على التفريق بين التحريم والكراهة فجعلوا المحرم لما يعاقب فاعله، وجعلوا الكراهة خاصة بما يثاب تاركه ويعاقب فاعله، وهذا اصطلاح للمتأخرين اصطلحوا عليه. فالإتيان إلى هذا المصطلح الحادث وفهم النصوص به غلط، ونبه العلماء على خطأ التعامل بالمصطلحات الحادثة مع النصوص المستقرة. ولهذا ذكر الله تعالى في سورة الإسراء محرمات عظاما، أولها الشرك، وذكر فيها الزنا، وذكر قتل النفس وأكل مال اليتيم، هذه كلها كبائر والشرك أكبرها وأعظمها، وختم بقوله كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فلا يمكن أن يقول أحد إن الشرك أو قتل النفس مكروها الكراهة التي لا يأثم الواقع فيها، لكن هذا اصطلاح المتأخرين. فمن هنا كان السلف رضي الله عنهم يطلقون الكراهة على المحرم البين حرمته، وأوضح هذا بجلاء الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين، وأوضح عليه دلائل كثيرة من كلام السلف، وقال إن المتأخرين غلطوا على الأئمة بجعلهم كلام الأئمة يراد به المصطلح الذي اصطلحوا عليه، يعني كونه يوجد مصطلح إن المكروه عند الأصوليين ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله ما فيه إشكال هذا، لأنه اصطلاح. الخطأ أين؟ أن تأخذ هذا الاصطلاح الحادث وتفهم به النصوص. كيف تفهم به قوله تعالى في سورة الإسراء بعد أن ذكر الشرك والكبائر كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها؟ وهكذا ورد في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام الكراهة لأمور محرمة قطعا، وورد في كلام السلف، وأورد ابن القيم رحمه الله تعالى كلمات للإمام أحمد، منها أنه قال الذبح للزهرة لا يعجبني، واستدل عليه بالآية التي تفيد أن الذبح لغير الله شرك، يقول انظر كيف يستدل وهو يقول لا يعجبني. فهناك مصطلحات للسلف مثل الكراهة، مثل لا يعجبني، هذه لا تعني الموجود عند المتأخرين،